بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم ولقاء رمضاني يومي من رحاب الكعبة المشرفة من برنامج الملتقى في جوار بيت الله الحرام، هذا البث المشترك بين الفضائية المصرية والقناة السعودية الأولى في تعاون وبروتوكول إعلامي نتمنى أن يستمر لفائدة المجتمعات العربية والإسلامية. لقاؤنا اليوم يتحدث عن رؤية الإسلام في قضية صراع الحضارات. لعلكم تذكرون أننا قد أشرنا من خلال الأيام السابقات في شهر رمضان الكريم إلى هذه النظرية بمرور عابر، ولكن اليوم نريد أن نعطي درسا للأجيال الجديدة أنه كيف هناك من يسوق إعلاميا وثقافيا وأيضا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لفكرة أن الصراع حتمي وقائم، ولا يعطي مدلولات وتفاصيل عن الفرق بين صراع الحضارات وبين التدافع الذي هو سنة كونية تحدث عنها القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا. الحقيقة القضية تحتاج إلى بعض التأني وبعض الطرح مع ضيفنا الكريم الذي سيبين إن شاء الله الكثير من الألغاز واللوغاريتمات في معادلة صراع الحضارات. أرحب بحضراتكم مرة أخرى، أرحب بزميلي العزيز فهد الفهيد. فهد مرحبا بكم، حللت ضيفا وزميلا عزيزا بعد أن غادرنا الأستاذ عبد الله الشهري إلى أعمال مرتبط بها، نتمنى له التوفيق إن شاء الله ولكم إن شاء الله. تفضل. شكرا لك أستاذ علاء، شكرا أيضا لمشاهدينا الكرام في شتى بقاع الأرض، شكرا لمتابعينا على القناة السعودية الأولى وعلى الهواء المباشر وأيضا على الفضائية المصرية، هذا التعاون الجميل الذي يناقش الكثير من القضايا المهمة. كما عودناكم في كل يوم ومن خلال هذا البرنامج المباشر الملتقى نلتقي وإياكم من خلال مواضيع تهمكم أنتم وتركز على كثير من القضايا التي تناقش المجتمعات الإسلامية على وجه الخصوص. كما بدأ الأستاذ علاء قبل قليل، فعلا حديثنا اليوم سيتحدث عن صراع الحضارات، والذي أصبح حديث ويشغل الكثير حقيقة من المجتمعات المدنية لدينا، فأصبحوا يتحدثون في كل الوسائل الإعلامية وأصبحوا يتداولونها ويشعرون بأن مثل هذه الصراعات التي تكون بين الحضارات أصبحت أزمة تمثلها المجتمعات، ولا يجدون لها حلولا واضحة ولا يعرفون أيضا لها مبررات. حديثنا اليوم حول صراع الحضارات، وضيفنا هو الدكتور عبد الله الخضيري، أستاذ الدراسات العليا المشارك بجامعة أم القرى. سنتحدث عن رؤية الإسلام في صراع الحضارات. حياك دكتور في البداية. مرحبا دكتور، تشرفت فيكم. الله يحفظك الدكتور. طبعا عندما نتحدث عن الحضارة، دعنا فقط من يستمع علينا ويشاهدنا الآن نخبر بمعنى الحضارة، ما هي المعايير، ما هي محددات الحضارة، وكيف تكون لها أثر على المجتمعات بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أشكر لكم أخوي الكريمين هذه الإطلالة الرائعة، أستاذ فهد وأستاذ علاء، وهذا الكلام الجميل عن مفهوم الحضارة وعن عما نحتاجه من الحضارة وعما يفهمه كثير من الناس عن الحضارة العربية أو الحضارة الإسلامية أو الحضارة الغربية. ما الذي تطور وما الذي تغير وما هو أصل هذه الكلمة الحضارية في الأصل؟ المصطلح نريد أن يعني نوضح معنى المصطلح، عندما يستمع إنسان قد لا يكون معنيا بالشكل الكافي بفكرة الصراع أو فكرة مفهوم الحضارة. يعني الحضارة هي العالم المتقدم الذي نعيشه ونحيا فيه من أفكار وأطروحات وتكنولوجيات، البعض ينظر هكذا، ولكن مفهوم الحضارة أعتقد في الإسلام هي تتعلق بالروح أكثر. أحسن. إذا تحدثنا عن الحضارة، طبعا لا بد أن نشير في علم الحضارة أولا، وأول من أسس هذا العلم لدى المسلمين ونقله الغرب كذلك عنه، وهو العلامة عبد الرحمن بن خلدون. حين تحدث عن علم الحضارة وعلم التاريخ، وكتب كتابه الشهير في مقدمة المسمى مقدمة ابن خلدون،
ذكر فيه أصل الإنسان وتكوين الإنسان وبيئة الإنسان ومعاش الإنسان وحاضرة الإنسان، وأن الأصل في هذه الحضارة البداوة في أول أمره، ثم تطور مفهوم. تقصد بالبداوة من يسكن البادية؟ من يسكن البادية في الأصل، والحاضرة هم من يسكنون القرى أو يسكنون المدن. ثم نشأ بعد ذلك أفكار متعددة أن المتطور هو من يعيش الحضارة، وأن من يسكن البادية له حاله قد يغلب عليه الجهل أكثر مما يغلب عليه الحاضر. ولذلك نجد كثيرا من البادية، كما يذكر أيضا ابن خلدون، أن من تعلم من أهل البادية إنما يسكن القرى ويسكن المدن بعد ذلك فيكون من أهل الحاضرة. فكأن التطور مرتبط بالحاضرة أكثر مما هو متطور بالبادية. ولعل هذا فيه إشارة إلى ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام من انتشار الإسلام في كل بلاد الأرض في جميع أصقاع الأرض، حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لا يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فبيت المدر هو البيت المبني من الطين أو من غيره، يعني الآن تطور البناء. والبيت الوبر سواء ما كان من جلود الأنعام أو من الظأن أو من غيرها من الوبر والشعر والصوف الموجود في البادية. يعني كأنه كناية يعني عن الحضارة والبداوة. نعم، هذه كناية عن الحضارة والبداوة. طبعا يعني أشرتم في جزء بسيط إلى أنه هل هي الحضارة هي التقدم الذي نراه يعني من المباني الشاهقة أو من التقنية أو من التقنية أو غيرها؟ لا، نقول إنه الحضارة هي الروح التي تحمل الثقافة وتحمل الدين وتحمل لغة الإنسان ومفهومه عن الحياة وفكره كذلك. بينما هناك مصطلح آخر يعنى بما ذكرتم وهو المدنية. المدنية تعنى بالتقنيات، تعنى بالبنية التحتية للمدن، البنية التحتية للدول، الأشياء الحاجات الأساسية المرتبطة بالأجسام والأشكال دون المعاني. ولذلك غلب على الحضارة هي الروح التي يعيشها الحاضر ومن يعيش المدينة. ولذلك نجد الاختلاف في الثقافة وفي الروح وفي الفكر بين من يسكن المدينة وبين من يسكن الحاضرة. طب أنا عايز أعود مع حضرتك مرة تانية لفكرة الصراع نفسه، المصطلح كما شرحنا ما هو مفهوم الحضارة، نريد أن نشرح كيف ظهر إلى الوجود وأصبح متداولا بكثرة إعلاميا ويعني حتى مجتمعيا، فكرة أن هناك صراع قائم لا محالة وأنه دائما يتجدد تاريخيا، وتلك الأيام نداولها بين الناس كما قال القرآن الكريم، وبالتالي الصراعات القديمة منذ نشأة البشرية وصولا إلى الصراعات في العصور الظلمية في أوروبا، ثم الصراعات التي يعني حدثت أيضا داخل العالم الإسلامي في أوج مجده، والصراع على دول الخلافة، صراعات أموية عباسية وما إلى ذلك، بل الصراع بدأ مع يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صراعا صنفه المؤرخون أنه صراع سياسي أكثر ما هو صراع ديني، وصولا إلى القرن التاسع عشر، القرن العشرين، الحرب العالمية الأولى والثانية، قبل ذلك الحروب الصليبية وغزوها للشرق تحت رايات عقائدية وإثنية ودينية. كل هذا يقول أن في كل عصر وفي كل قرن تتجدد صورة من صور الصراع، وأن هذا الصراع قائم لا محالة. فلماذا أساسا فكرة الصراع مترسخة لدى الجميع ويقبلون بها بدلا من فكرة التعاون والتعايش الذي نص عليه القرآن؟ أحسنت والله يا أستاذ علاء، أنت ما شاء الله جبت لنا أسئلة بكرة ثلج، ما شاء الله جمعت عدة عناصر وعدة معاني عظيمة جدا في مفهوم الحضارة. أول هذه المفاهيم حينما تحدثت عن صراع الحضارات، متى كان هذا صراع الحضارات؟ طبعا صراع الحضارات إنما هو مصطلح حادث الذي أشار إليه وتبناه هو صمويل هانتنغتون، وكلامه في هذا المجال عندما انهار الاتحاد السوفيتي والحرب انتهاء الحرب الباردة وأمور كثيرة، أراد أن يظهر القوة الغربية
ودولة القطب الواحد والفكر الواحد والحضارة الواحدة وهي الحضارة الغربية في مقابل الحضارة العربية والحضارة الإسلامية والحضارة اليابانية والحضارة الصينية وغيرها من الحضارات. كان كلامه في هذا النحو إنما هو إعلامي وسياسي أكثر مما هو اجتماعي وديني، بينما نجد في أصل هذا سنة التدافع التي ذكرها القرآن الكريم في قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فسنة التدافع موجودة بين البشر منذ خلق الله الخليقة، وهناك صراع بين الطبقات، صراع بين الأفكار، صراع بين الأشخاص، صراع بين الأشياء، كل هذه تحدث بين الناس جميعهم. طب حضرتك أشرت هنا لجزئية ممكن تحتاج لبعض التوضيح، البعض قد لا يكون متخصصا لغويا ولا يعني ليس بدارس لآيات القرآن بشكل كافي، فيقول طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن 2 سيناريو في القرآن. السيناريو الأول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا المتأمل يستخرج درسا أن الإرادة الإلهية شاءت هذا التنوع والتعدد لنتعارف ولنتعاون على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان، وبالتالي معيار التفاضل هنا هو التقوى. بينما في الآية الأخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن هناك نوع من التدافع أراده الله منعا للفساد. نعم. كيف يستقيم الفكرة الأولى مع الفكرة الثانية؟ ما هو التدافع المقصود؟ نعم أحسن. أولا هناك في موضوع أو مفهوم الصراع في صراع الحضارات، هناك صراع مبني على قوة، ليس مبنيا على روح ولا على دين. فقط أريد أن أرجع لنؤصل مفهوم الحضارة المرتكزة على الإنسان والمرتكزة على الدين والمرتكزة كذلك على الأرض وعلى الكون والوجود والزمن الذي يعيشه الإنسان. الله عز وجل قال عن هود عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فهنا يعيب الله عز وجل عليهم أنهم يريدون بناء الحضارة وهي بناء المباني وهي شواهد على الحضارة، لا الحضارة نفسها، وإنما كان بناؤهم إنما كان نسبيا، وهذا البناء بناء نسبي. فكأن الله عز وجل يقول لعلكم تخلدون بهذا البناء، لا، لأنه بناء بلا روح فهو بناء نسبي. بينما هنا في الكعبة المشرفة وهي أمامي الآن بناء قام معه روح، وجميع بلدان جميع المسلمين في جميع أصقاع الأرض 2 مليار الآن، وقبل ذلك كم من الناس الذين صلوا من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا الحاضر يصلون إلى شاهد على الحضارة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إذن هنا فرق كذلك كبير بين مفهوم الحضارة الغربية وبين مفهوم الحضارة الإسلامية. نحن نعيش حضارتنا بروح، نحن نحياها بروح. ولذلك عندما أشرت قبل قليل إلى وجود الصراع في الحملات الصليبية أو غيرها، وجدنا أنهم يغزون البلدان الإسلامية وغيرها كذلك، لكنه أوجد ردة فعل، ولذلك أوجد ردة فعل قوية لدى المسلمين في كره هؤلاء العسكر وفي كره هذه الحملات الصليبية، وهذا التدافع الذي ذكرته مما ذكره الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. بينما وجدنا أنه حتى في غزو التتار لبلاد المسلمين، وإن كان هذا من التدافع والتسلط واستغلال السلطة والقوة العسكرية وغيرها، لأنهم ثقافة بلا روح لكنهم يعيشون حضارة يدعونها أو قوة يزعمونها، ولذلك غزوا بلاد المسلمين وأريقت الكتب في نهر دجلة والفرات وغير ذلك، تغيرت معالم كثيرة. لكن هؤلاء القوم الغزاة ماذا فعل الله بهم؟ آمنوا جميعهم وصاروا سفراء لدين الإسلام، مع أنهم غزوا بلدان الإسلام، وفي الغالب
وفي الغالب أن المنتصر دائما إنما يفرض هيمنته ودينه وأفكاره على الدول المغلوبة، لكن في هذه المسألة بالذات إنما غلب دين المغلوب لأنه أقوى ولأنه أثبت. جميل. ولأن الله عز وجل سينصر دينه، ولأن هؤلاء الناس الذين قد نقول قلت بهم القوة العسكرية فلم يدافعوا عن أنفسهم ولم يحسنوا القيام بواجباتهم غزاهم هؤلاء، فكان نفع من الله عز وجل لهؤلاء الغزاة ولهؤلاء المسلمين بأن يتقووا. طيب. بعد ذلك. طيب دكتور عبد الله، عندما تتحدث فعلا أنت الآن تحدثت بشكل جميل عن موضوع الحضارة وأنها روح. نعم. هل هناك تسلسل تاريخي من عهد آدم عليه السلام إلى هذه اللحظة في تسلسل الحضارات من حضارة إلى أخرى؟ وهل التغير في الحضارة من عهد آدم حتى هذه اللحظة هو يعتبر طبيعي في الإنسان؟ نعم حسن، شواهد الحضارة في عهد آدم عليه السلام، أولا لابد أن نعلم أن الله عز وجل حينما خلق آدم علمه الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هذا التعليم إنما علمه الله عز وجل من نزوله لهذه الأرض ليعلم وليتستقيم به حياته في هذه الأرض ولتستقيم حياة ذريته من بعد. ولذلك وجدنا بداية الصراع وشرارة الصراع التي انطلقت بين هابيل ابني آدم، بين هابيل وقابيل، لما تقبل الله عز وجل من هابيل ذلك القبول وتلك الصدقة فأدرك الحسد والغيرة أخاه قابيل فقتله، ولذلك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هنا شرارة الصراع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم صل وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم، إنما يحدث أو لا يحدث قتل في هذه الدنيا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ولذلك وجدنا هذه الروح، روح الأنا وجميع الانفعالات وجميع العواطف، إنما هي داخلة في مفهوم الإنسان وفي ثقافته، والثقافة جزء لا يتجزأ من حضارة الدول ومن حضارة الأمم. هذا الذي ينبغي أيضا أن نذكره ونشكره كذلك في فهمنا لهذه الحضارات. حينما تسلسلت الحضارات وجدت الحضارة اليونانية، لكنها لم تكن لروح، لم يكن لها روح، وإنما هلكت وبقيت الآن أجزاء شاهدة فقط، مباني شاهدة، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين، الله عز وجل يقول عن قوم عاد. هذه كلها استغلال القوة لم يكن في مقابل استغلال الروح التي بقيت مع بقاء الإسلام. طيب كيف هي الروح؟ أين الحضارات تتكلم عنها الآن؟ تقول أن هذه الحضارة فيها روح، هل هناك شواهد فعلا واضحة؟ نعم. الحضارة الإسلامية، الحضارة، نعم، ذهبت كل المباني وبقيت جميع المعاني في بلاد المسلمين. لو نظرنا إلى مكة شواهد الحضارة فيها ومعالم التاريخ فيها كثيرة جدا، كل موطئ في وموضع فيها يدلك على مكان معين له ارتباط وثيق بالتاريخ وصلة بالزمن وصلة بالله عز وجل الذي أنشأ الخلق والذي خلق الخلق وهو أعلم بمصالحهم وأعلم بحاجاتهم. فهذه الحضارة حضارة، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام شوف القيم العدلية، حينما يفرح النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته بها يقول لو دعيت إلى مثله، حينما حضر حلف الفضول عليه الصلاة والسلام، وقال أيضا شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وكان صغيرا عليه الصلاة والسلام، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر أن العدل قيمة مطلقة وليست نسبية. والنبي عليه الصلاة والسلام يفرح بكل ما هو جميل، بكل ما هو من الأساس العدل وأساس التسامح. وحينما أشرنا أيضا إلى أو أشرت إلى هذه الصورة، إلى هذه الروح، أذكر لك أيضا القيمة التي عاشها المجتمع المدني والمجتمع المكي بعد ذلك من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حينما عاش النبي عليه الصلاة والسلام ومعه اليهود، ومعه يهود خيبر، ويهود بنو قينقاع، ويهود بني النضير، النبي عليه الصلاة والسلام سالمهم وأعطاهم وعايشهم وتعايش معهم عليه الصلاة والسلام، بل كان يزورهم. وأقرب شاهد على أن هناك حضارة يعيشها النبي عليه الصلاة والسلام وعاشها أصحابه من بعده كذلك، هذه الروح التي كان زار النبي عليه الصلاة والسلام غلاما
لجاره اليهودي، فلما زاره النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الإسلام نظر هذا الشاب إلى أبيه، يعني كان مريضا يحتضر للموت، مجهزا للموت، فنظر إلى أبيه فقال أبوه كأنه يقول أطعب القاسم، اللهم صل وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم. فأسلم هذا الشاب وهذا الغلام، ولكن هناك ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا شك فيه، ولكن هذا يطرح سؤال نطرحه إن شاء الله يعني مع حضرتك والسادة المشاهدين بعد تقرير. فكرة أنه رغم أن هناك كانت دولة مدنية في المدينة المنورة، وكان هناك ما يسمى بالحضارة المدنية التي كان فيها دستور بين المسلمين وبين اليهود لكل ساكني المدينة، وترسيم للحدود وتعداد سكان وما إلى ذلك، ولكن حدث نوع من التدافع عندما خانت اليهود المواثيق والعهود وصار الأمر إلى صراع. لماذا تحول الأمر إلى صراع وما هي الدروس المستفادة؟ نستكمل مع دكتورنا العزيز دكتور عبدالله الخضيري الأستاذ بجامعة أم القرى، نشاهد تقريرا ونعود مرة أخرى للنقاش في الملتقى على الهواء، فتابعونا. تقوم العلاقات الإنسانية في الرؤية الإسلامية على أساس التعارف والتعاون على البر والتقوى من منطلق الإلهية ووحدة الجنس البشري ووحدة الأصل المنبثق عن المشيئة. وتعارف المصطلح القرآني يتعدى المعنى اللغوي المباشر إلى معان أعمق مفهوما وأوسع دلالة. فرؤية الإسلام لمفهوم صراع الحضارات أنه كلما اتسعت مساحة المعرفة المتبادلة بين الشعوب والأمم على مختلف المستويات ضاقت مساحة الخلاف وانزوى الاختلاف وتراجع وفقد القدرة على تأثير السلبي الذي يلحق أفضح الأضرار بالمجتمعات الإنسانية. هذا المفهوم العميق والشامل الذي يجمع أطراف الخير ومكارم البر وجوهر الإحسان وفضائل الأعمال هو الذي يؤكد أهمية تعاون الإنساني على البر والتقوى. والتدافع الحضاري في المفهوم الإسلامي هو سنة الله في الكون لا الصراع الحضاري أو الصدام الحضاري، ولا يعني ذلك أن الحياة تسير وفق خط بياني صاعد ومطرد تتحقق فيه المصالح والمنافع للناس كافة في جميع الأحوال وتترقى ذواتهم، وأن الخير والشر لا يتصادمان، إنما القصد من ذلك أن التدافع يبطل الصراع، وأن الخير يغلب على الشر، وأن الحضارات تتواصل وتتلاقح وتتدافع ولا تتصارع. وفي المفهوم الإسلامي فإن الصراع حالة عارضة وهو شذوذ عن القاعدة وليس طبيعة من طبائع الحضارات، لأنه يتنافى والفطرة الإنسانية، وهو نقيض التفاعل الحضاري الذي قامت الحضارة الإسلامية على أساسه، وهو إلى ذلك كله البديل الموضوعي للفوضى التي تسود الأوساط الفكرية والسياسية في العالم اليوم من جراء شيوع مفاهيم مغلوطة ورؤى مشوشة وتحليلات مغرضة تدفع بحركة الفكر العالمي وبالسياسة الدولية على وجه العموم نحو مناطق مجهولة محفوفة بالمخاطر تهدد الإنسانية في حاضرها وفي مستقبلها. وصراع الحضارات في الرؤية الإسلامية حالة عارضة في مسيرة التاريخ، وقوى الخير وطياراته تغالب قوى الشر وتنتصر عليها في نهاية المطاف، والصراع دعوة إلى الشر ومصدرا له، بينما الحوار بين الحضارات دعوة إلى الخير ومصدر للسلم والتعايش مع الجميع. من هنا فقد سعت مجموعة الدول الإسلامية وعبر إطارها التنظيمي منظمة التعاون الإسلامي إلى نبذ قضية ما يسمى بصراع الحضارات انطلاقا من مبادئ دينها الحنيف الذي يدعو للتسامح والمحبة ونبذ العنف والتعصب، وذلك في أكثر من مناسبة داعية إلى إيجاد نوع من الحوار والتواصل بين الحضارات المختلفة. ويتبدى لنا الصراع في المفهوم الإسلامي نقيضا للحوار وليس بديلا عنه، والنقيض يتجاوز لأنه خروج عن الأصل في حياة المجتمعات الإنسانية، حتى وإن بدا الصراع فارضا وجوده فإن مصيره إلى زوال مهما طال به العهد، في حين أن الحوار أصل الإنسانية ثابت لأنه يتفق والطبائع.
حياكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى ولمشاهدينا في السعودية ومصر وبرنامجكم الملتقى، حيث نلتقي لنتحدث حقيقة عن كثير من القضايا. حديثنا اليوم هو عن رؤية الإسلام في صراع الحضارات، وضيفنا الدكتور عبد الله الخضيري أستاذ الدراسات العليا المشارك بجامعة أم القرى، وأرحب أيضا بالزميل. أهلا فهد. أعتقد أن قبل التقرير كان هناك سؤال، والدكتور طبعا كان يقول الأسئلة ثقيلة والله، الموضوع ثقيل جدا، فيجب ان يكون يعني مركز مركز. لو تحبوا نخفف الاسئله شويه. لا لا لا، عط السؤال يعني. الذي يشاهد حقيقه يعني هو يعني فعلا استاذ علاء عندما سال، اعتقد ان لو شاهدت التقرير قبل قليل، وكل من تابعنا شاهد التقرير وشاهد ايضا الجهود تبذل في الحوار الحضارات حتى تخفف من هذا الصراع. لماذا يحدث الصراع بين الحضارات؟ لماذا هو امتداد حقيقة لسؤالنا؟ لماذا يحدث؟ ما هي المعايير وما هي المسببات التي تجعل هناك صراع بين حضارات المجتمعات المختلفة؟ وقبل الفاصل طرحنا الدكتور عبد الله، وتتذكر يا فهد إنه كانت تجربة المدينة المنورة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وفكرة الدولة المدنية بما أقيم من ميثاق ودستور تم الاستفتاء عليه وتم التوقيع الجميع عليه، كان الرسول مبتغاه صلى الله عليه وسلم أن يطبق، وتعاونوا على البر والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكان أكثر الناس وفاء بالعهود. ولكن خانت اليهود وارتكبت ما يسمى بمعايير ومصطلحات السياسة الحديثة، ارتكبت جناية الخيانة العظمى. فلماذا تحول الموضوع من تعاون وجوار طيب إلى صراع وإلى حرب ما زالت حتى الآن نعاني من تبعاتها؟ حيث المؤرخون والمفسرون للتاريخ الإسلامي القديم يقولون هكذا كانت يعني صراعات فيها دماء وفيها سفك دماء لليهود، وكان كذا وكذا كذا، وتناسوا فكرة جريمة الخيانة العظمى. لماذا تحول الأمر إلى صراع؟ لا، في الحقيقة أنه ليس لم يكن هناك صراع، بالعكس هذا أثبت عدالة الإسلام وثبات النبي عليه الصلاة والسلام على مبادئه ومواقفه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يقاتل في بني قريظة، لم يقتل من بني قريظة إلا من قاتل، إلا من ثبتت عليه الخيانة العظمى عليه الصلاة والسلام. لم يكن هناك صراع، كان هناك تعايش. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبي، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، هل هناك صراع؟ لا، إنما هناك في الواقع أو في العصر الحاضر هناك أيادي خفية وصراعات قد تكون تبعا للقوة السياسية أو لغيرها، تغذية الصراع، تغذية مفهوم صراع الحضارات الموجود الآن. لمصلحة من يا دكتور عبد الله؟ لمصلحة بعض القوى العسكرية، لمصلحة حضارة أو لمصلحة الحضارة الغربية. هل ترى أن الحضارة الغربية لا تقوم ولا تقوى إلا بفكرة خلق عدو دائما يتوحدون خلفه وخلف قتاله، لأنهم حضارة مادية عسكرية طاغية بلا روح، بينما نحن لدينا الروح التي هم يستهدفونها لمحاربتها ليفقدوننا يعني أهم معالم تمكين مجتمعاتنا الإسلامية من الاستمرار في كل هذه القرون؟ أحسن. طبعا هم عدوهم الأول الإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا بلا شك كلام الله عز وجل. وهم يختلقون طبعا، خليني فقط نؤكد على فكرة صراع الحضارات، أنها الفكرة التي خرجت عام 1993 لإظهار عظمة الحضارة الغربية وبقاء الحضارة الغربية، وفي مقابل تفتيت مثلا دول العالم الإسلامي وإنشاء الصراعات سواء الطبقية أو المذهبية أو العرقية كذلك أو الطائفية، كل هذا موجود في بلدان العالم الإسلامي لأنه كان مجتمع واحد ومسلم ويصلون صلاة واحدة. فبدأ الغرب لإذكاء حياة أو حالة الصراع التي وجدت في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، تغذية هذه الصراعات، بيع سوق السلاح، نشر الثقافة الغربية، الرأسمالية الحارقة التي يعيشها الغرب، تصريف هذه الأموال. جميل. إنما هو قد يكون في دول العالم الثالث، دول العالم العربي، دول العالم الإسلامي، الشرق الأقصى، شرق آسيا، كل هذه هي الدول المستهلكة لإنتاجات الرأسمالية. ما الهدف دكتور؟ لماذا تريد أن تهيمن الحضارة الغربية على الحضارات الأخرى؟ لبقاء الدول هذه تابعة للحضارة الغربية فقط طبعاً. ولذلك أنا لازلت أؤكد على أن فكرة صراع الحضارات إنما هي فكرة في الغالب عليها سياسية، طبعها سياسي.
ليس دينيا أصلا، لأنه سنة التدافع موجودة منذ القدم منذ الأزل، لكن الله لا يوجد لها أي جانب عقائدي في الخلفية حتى في قاعد ذاكرة البشرية الغربية. بلى، لأنه هو نصراني ولذلك كتب عن هذه الحضارة الغربية ليثبت ولاء العالم كله أو ليأخذ ولاء العالم للحضارة الغربية. أولا لينبهر العالم كله بقوة القوة العسكرية الغربية وبرأس المال القوي الغربي وبالمدنية التي يعيشها الغرب، بينما حضارتهم من الداخل متهافتة. طب هذا ولذلك بس يعني أنا لمحة بسيطة فقط. أنا قرأت في مذكرات جورج بوش الأب، يقول حضرت جنازة الرئيس غورباتشو الرئيس السوفيتي هذا الهالك الشيوعي، يقول فوجدتها جنازة بلا روح، هذا جورج بوش وهو نصراني يقول وجدتها جنازة بلا روح، لأن ذاك رجل بلا دين، شيوعية بلا دين. فكيف لو ذاق جورج بوش الإسلام وعرف الإسلام وعرف الروح التي يعيشها بالإسلام لتغيرت الحضارة الغربية في مفهومه كاملة. عرف قيمة الحضارة الإسلامية، عرف قيمة العدل، قيمة المساواة، قيمة الحرية والمساواة والتكافل والأمن الذي يعيشه الإنسان في المدينة. الكثير يا سيدي، الكثير من الخبراء والمحللين يقولون أنما عندما نشير إلى شخصيات مثل جورج بوش وغيره ملايين ومليارات في الغرب لم يعرفون ولم يتعرفون على الإسلام بحقيقته السمحة، إنما ليس تقصير منهم فقط ولكنه تقصير منا نحن في عدم حسن العرض. وهذه قضية تحتاج إلى فتح ملف الإعلام وإعلام الدعوة، وقد تحدثنا في حلقات سابقة. ولكن أعود إلى ما أشرت إليه حضرتك في أنه هناك ترويج لفكرة أن الحضارة الغربية بمفاهيم القوة المادية والرأسمالية والقوة العسكرية والتقدم العلمي والتكنولوجي، هذه هي مقومات الحضارة الإنسانية، برع فيها الغرب لأنه نحى الدين جانبا، بينما أنتم المسلمون دينكم أدى بكم إلى الجمود والتخلف على غير الحقيقة. وهناك من أجيالنا الجديدة للأسف من ترسخ في ذهنه هذا الانبهار بالقشور المادية التي قضت على حضارات ولم تبقي منها، بينما نحن لدينا بناء نطل عليه الآن وهي الكعبة المشرفة، ولكنه بناء ليس كبناء المصانع التي انتقدها القرآن أو الحضارات المادية فقط، لكنه بناء بروح فبقي وبقيت حضاراتنا حتى الآن. ماذا تقول لأولادنا وبناتنا؟ حذاري من الانبهار بتلك القشور الزائفة، لدينا روح حافظوا عليها. نعم أحسن، لكن هذا المفهوم أنا دائما أحذر منه، أن نقول أننا ننبهر بحضارة الغربية. الحضارة ليست هناك حضارة الغربية لأنها بلا روح. ما نشاهده من قوة عسكرية، ما نشاهده من مباني، ما نشاهده من بنية تحتية، إنما هي مدنية. وهذه المدنية غير الحضارة. لكن ليت عند بعض المسلمين شيء من المدنية الموجودة عند الحضارة الغربية، وهذا نحن مأمورون به في القرآن. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رباط الخيل يا أخي فهد، الناس قالت أنه القوة العسكرية والجيوش ليس من أجل الاعتداء ولكن من أجل المنع. أما كلمة من قوة المجهلة بدون ألف ولام، فأشاروا إلى قوة الإيمان وقوة العلم وقوة الاقتصاد وقوة المجتمع. هذا نحن مأمورون به، ولكن للأسف لم نطبقه بالشكل الكافي. نعم صحيح، نحن بحاجة دائما إلى أن نظهر جمال الإسلام، إلى أن نظهر قوة الإسلام. قوة المسلم وروح المسلم هي الحضارة الباقية وهي الحضارة الخالدة. لكن تخلف بعض المسلمين لا يعني ضعف في الحضارة، إنما يعني في ضعف في لدى بعض المسلمين. ولذلك الأصل في أن المؤمن هو العزيز وهو القوي، لكن بعض الناس بعض المؤمنين ذليل، لأنه أهان نفسه وأذل نفسه. بينما لو اعتصم بكتاب الله عز وجل ورجع إلى الكتاب والسنة وعرف الإسلام وحقيقة الإسلام وعاش الإسلام في واقعه وفي مجتمعه وفي بيته لكان قويا، ولا أثبت حضارة الإسلام، الحضارة الحقيقية التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام وسيعيشها المسلمون بعد. طيب دكتور، حتى نكون أكثر دقة الآن، ومن يتابعنا الآن وأنا شخصيا حقيقة الآن، حتى نفرق ما بين المدنية والحضارة، نفرق ما يعني عندما أرجع للسؤال الأساسي، الحضارة ما هي محدداتها؟ يعني هل أقول والله أن المحضارة هي دين،
يعني إذا كان هناك دين فكان هناك حضارة، ذكرت قبل قليل الشيوعية نعم. لا يوجد لديها حضارة نعم. النظام الرأسمالي الآن هي تعتبر إن صحت كان سميناها حضارة غربية فهي حضارة زائلة أو صحت نعم. ستنتهي في يوم من الأيام فهل تعتمد الحضارة على الدين بوجه على وجه الخصوص أم بالإنسان؟ أحسنت، ما هي محددة؟ أنا ذكرت هذا أشرت إليها في البداية يمكن أنت يعني لما أشار طبعا رائد النهضة الحضارية الإسلامية أو مجدد ابن خلدون في عصره الآن اللي هو مالك بن نبي يقول أنه ذكر الإنسان والوقت نعم الإنسان والوقت والوجود، هذه الأشياء هي مكونات الحضارة. فوجود الإنسان والوجود بذاته والكون بذاته والوقت الساعة في يده هذه هي مكونات الحضارة، بينما غيره يرى أن مكونات الحضارة أربعة، هي الإنسان واللغة والتراب والدين، وبعضهم يلغي قضية الدين، لكن نحن نقول إنه الأصل في الحضارات كلها هي الدين. جميل. ولذلك الله عز وجل لما ذكرت في البداية قول الله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لما ذكر الله عز وجل شعوبا ما المقصود بالشعوب؟ الشعوب هي القبائل لكنها بلغة العجم والقبائل بلغة العرب، فالله عز وجل قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، هؤلاء المسلمون كلهم يحملون قيما واحدة وحضارة واحدة وعقيدة واحدة، يصلون في وقت واحد، الآن في الحرم جميع اللغات وجميع الأشكال وجميع الأصناف وجميع الطبقات كلها موجودة، يصلون أمام أو خلف إمام واحد، يلبسون زيا واحدا، ويلبسون زيا واحدا في الحج، يلبسون زيا واحد، لكن هنا في العمرة كل باختلافهم يصلون خلف إمام واحد، وصلاتهم واحدة وقرآنهم واحد ولغة القرآن واحدة. هنا يبدو السؤال دكتور عبد الله، تفضل. من يأتي هنا إلى البيت الحرام حاجا أو معتمرا يخلع ألبسته وملابسه القديمة أو التي جاء بها من بلاده وثقافته ويرتدي زيا موحدا يطوف به ويسعى به في المناسك الحجة أو العمرة، فهل ترى أن الجميع قد خلعوا أيضا مع هذا الزي الموحد ثقافاتهم ومرجعياتهم بل وخلافاتهم القبلية والعرقية والسياسية وتجردوا منها أمام البيت الحرام؟ نعم هذا صحيح، لأنهم يتركون هذه الثقافة الغربية لأنه يأتي إلى الثقافة إلى الدين الإسلامي إلى روحه التي يعيش بها جميع حياته. ما نفع هذه المباني وهذه المدنية في روحه؟ إذا عاش الإنسان بلا روح فلا حضارة له. ولذلك حتى مشركي قريش وكفار قريش كان الواحد منهم إذا أراد أن يطوف بالبيت لا يطوف بأي لباس بل يطوفون عراه، فأمرهم الله عز وجل بالستر لأنهم يقولون يتخففون من الذنوب، وهذا البيت المعظم لا يأتيه من يحمل الذنوب وغير ذلك، فهم يتجردون من الثقافات الأخرى، الثقافات الغربية، الثقافات التي لا تحمل روح الإسلام، لا تحمل الذي خلق الوجود سبحانه وتعالى أعلم بمصالح الموجودين، أعلم بمصالح خلقه وبأرواح خلقه. ولذلك الله عز وجل يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هل النور الذي يمشي به في الناس هو النور الموجود؟ بل هو نور يحمله في قلبه، بل هو نور يشع به في العالم كله أن هذه هي رسالة الإسلام وأن هذه دعوة الإسلام، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وهذا هو القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل رحمة للعالمين. ولذلك هنا في غار حراء من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي وأتى الدنيا فرفت طربا وانتشت من عبقه المنسكب، هنا زمزم فينا ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزمه، هذه رسالتنا للعالم ينبغي ألا نتأخر عنها يوم من الأيام لنبث روح الإسلام وروح الدين وأخلاق الإسلام وتسامح الإسلام وسماحة الإسلام وعدل الإسلام. ولذلك لما قال ربعي بن عامر لهرقل قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه الروح التي نعيشها وهذه الروح التي ينبغي أن يعيشها المسلمون وأن ينقلوا هذه الروح
إلى الغرب حتى يعيش الغرب جميل. حضارة إسلامية خالدة. دكتور هذا السؤال كنت بسألك إياه بعد يعني من حديثك، يعني نحن نفتخر حقيقة بحضارتنا الإسلامية منذ أكثر من 1400 عام، في هذه اللحظة يؤمن بنا أو يؤمن بالحضارة بالإسلام أكثر من 2 مليار أو مليار و600 مليون مسلم. كيف ترى استثمار هذه الحضارات مع بعضها البعض، سواء كانت إذا رجعنا المدنية أو غيرها؟ يعني الحضارة الغربية كيف نستثمرها، الحضارة الإسلامية كيف تفيد، كيف يكون هناك التنوع والتعايش ما بين الحضارات، كيف يستفيدوا من بعضهم البعض؟ لا شك طبعا، قبل أن نجيب على هذا السؤال، لا شك أن هناك تطورا في الحضارة الغربية، يعني لا ينكر. صح. سواء في الحضارة الغربية ليست الروح إنما شواهد الحضارة. وشواهد الحضارة كثيرة، إما ثقافية أو معرفية أو فكرية أو حتى مدنية، وهي ما يسمى بالبنية التحتية، وسواء ما وجد من القيم العدل وقيم المساواة والحقوق والواجبات التي يأخذها المواطن في جميع في بعض الدول المتقدمة أو الحضارات الغربية، لأن الله عز وجل هذا أدب قرآني نبهنا الله عز وجل عليه بقوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فليس من العدل أن نقول إنه الدولة الفلانية المتقدمة في الإنتاج العسكري والمتقدمة اقتصاديا أن نقول لا إنها دولة فاشلة، لا يصح هذا، لأن الله عز وجل قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، حتى ولو كانوا غير مسلمين وكفارا ومشركين، إلا أن الله عز وجل أدبنا الأدب القرآني: وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا يبعث فينا روح المنافسة وروح العطاء وروح القوة والحاجة إلى أن نجدد ونصحح روحنا الإسلامية، وأن نصحح كذلك مفهومنا للحياة ومفهومنا للتعايش. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخليفة العادل، حينما قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. في الدول الغربية في أوروبا أو في أمريكا توجد طبقية مقيتة جدا، وتوجد تفرقة عنصرية، بل حتى في الملاعب الأوروبية، يعني في يوجد أشياء كثيرة يمقتها الإسلام. ونحن بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أسود اللون، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع خشخشة عليه في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بالجنة وهو يقول في مكة حينما يعذبه المشركون: أحد أحد. هذا هو المفهوم الذي أو هذه الروح الإسلامية التي نعيشها، وينبغي أن نراجع أنفسنا فيها كذلك. هناك وقفة مع شخصية بلال. يعني حضرتك ذكرت شخصية عظيمة من شخصيات الإسلام. أول درس تعلمناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حوله تشكيلة مثلى اختارها الله سبحانه وتعالى لصحبته وصحابته: بلال حبشي، صهيب رومي، سلمان فارسي، أبو بكر وعمر عرب من قريش، أوس وخزرج، نساء ورجال وأطفال وشباب وشيوخ، تنوع غير طبيعي، والكل انصهر في بوتقة الإسلام وخرج تماما من خلافاته الشخصية ومن مرجعياته، وارتضى الإسلام مرجعية. ولكن إشارة صغيرة: عندما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا لكي يؤذن ويقيم ويرفع أذان الصلاة، وكان هناك من يطالب: دعها لي يا رسول الله، أريد أن أؤذن أنا. فقال له: دعها لبلال فإنه أندى منك صوتا. وكأني ألمح في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرة التخصص واحترام التخصص واحترام أن الكفاءة لكل مهمة، وهذا ما ينقصنا الآن في عالمنا. لعلك تستطيع أن تربط لضيوفنا الكرام ومن المشاهدين فكرة أن الصراع قائم لا محالة، ولكننا يجب أن نرى أنفسنا: هل نحن في حالة احتلال ثقافي وإعلامي وتكنولوجي ومادي؟ لأن البعض يقول هذه الجملة وأنا يعني أستصعبها والله يا أخ فهد، أن تشعر أنا وطني محتل، يقولون نعم إن مجتمعاتكم محتلة
احتلالا اقتصاديا وتكنولوجيا. أنت يعني تستخدم هذه الساعة وما اخترعتها، تستخدم الجوال أو تليفون المحمول وما اخترعته، تستخدم الكمبيوتر وأنت لم تبتكره ولم تبرمجه ولم تستخدم التطبيقات، إنما هي إبداعات الآخرين ونحن مستهلكين. وهذا يطرح سؤال، كيف تعود أمة الإسلام، كيف تعود أمة الإسلام أمة مبدعة تسهم في الحضارة الإنسانية إسهاما حقيقيا لا فقط متلقين الإبداعات الآخرين؟ أحسن. طبعا في بداية سؤالك أشرت إلى بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأشرنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأشرنا إلى قضية التعايش الذي كان يعيشه المجتمع المدني مع اليهود والنصارى. ولذلك فقط أنا أريد أن أربط قضية كبيرة ومهمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قاتل من قاتله عليه الصلاة والسلام، ومن قام بالخيانة العظمى من يهود بني قريظة أو بني النضير أو غيرهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت لا أخرجن اليهود والمشركين من جزيرة العرب. ثم أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من المدينة وذهبوا إلى غيرها من البلدان في الشام أو في غيرها. ثم إن الله عز وجل شاء إلى أن يكرم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يفتح بيت المقدس، فيرفض سدنة بيت المقدس أن يأخذ المفاتيح إلا من جاء وصفه في التوراة والإنجيل، وهو عمر بن الخطاب، وهو جالس على راكب على بغلة، فيسلمونه المفاتيح كما وصف في التوراة والإنجيل. ثم عمر بن الخطاب هذا الذي أجلاهم، لو كان غير ذلك لو لم يرضوا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه لما سلموه هذه المفاتيح، مفاتيح بيت المقدس، وهذه من كرامات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعمر أيضا طبق كلام الرسول وروح الإسلام صلى الله عليه وسلم عندما أقر عهد عمر البيعة العمرية، العهد العمرية لأهل إلياء، لأهل القدس يعني، طبق فيها أيضا فكرة روح الإسلام ومدنية الإسلام. أحسن. ولذلك ثم دعا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلال ليؤذن بالناس في بيت المقدس، فأذن بهم في بيت المقدس مع أنه فيه إلا أنه ذكره بأن هذا الموضع هو موضع ينبغي أن يذكر فيه قيمة الإسلام وروح الإسلام. جميل. وأن الإسلام يلغي جميع العنصريات وجميع الطوائف وجميع الأقليات وغيرها، هو في دار اليهود هنا أو دخل هنا في بيت المقدس وهي دار الإسلام في الأصل. جميل. ثم إن الله عز وجل أراد من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أن يجعل بلالا يؤذن بهذا الموضوع. طيب دكتور، طبعا احنا سنعطيك شيئا من الشواهد بعد قليل، تفضل، وسنكون ما بين زوار بيت الله الحرام. نعم. نشاهد باستطلاع للرأي من زميلنا أسامة العبيدي، سيعطينا شيئا مما يتداول حقيقة في الحرم المكي. نعم. سنرى هذه الحضارات المختلفة وهذه الحضارات المختلفة بشتى أنواعها بلغاتها ومجتمعاتها وثقافاتها. نشاهد هذا التقرير أو هذا الاستطلاع مشاهدينا الكرام، ونعود وإياكم إلى برنامجكم الملتقى. شكرا للزميلين فهد وعلاء، مساء الخير عليكم وعلى ضيفكم الكريم، مساء الخير على مشاهدينا الكرام من هنا من ساحات بيت الله الحرام. كما عودناكم مشاهدينا الكرام أن نأخذ آراء واستطلاعات زوار ضيوف بيت الله الحرام. معنا الآن أحد زوار بيت الله الحرام. السلام عليكم، نتعرف عليك. ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز الحربي من المدينة المنورة. خلصت العمرة ولا باقي؟ اللهم لك الحمد، والله خلصنا. لا الحمد لله سهالة يا رب لك الحمد، يعني قبل العصر، يعني أنا وصي إن قبل العصر يأخذونا، يعني الحمد لله الأمور طيبة يا رب لك الحمد. طيب كيف ترى زوار بيت الله الحرام المختلفين ثقافيا واجتماعيا وحضاريا داخل بيت الله الحرام؟ والله ولله الحمد، يعني فعلا لما تخش داخل الحرم تشوف يعني من كل عرق ولون، ولكن سبحان الله يعني حدهم يكونون في داخل الحرم انهم يتقوقون في زي ما يقولون في ثقافة واحدة اللي هي ثقافة الإسلام، كلا في حاله، كلا يؤدي نسكه، كلا يؤدي مشاعره في أمن وطمأنينة وخير وأمان ولله الحمد والمن. يعني ولله الحمد، يعني لاحظت جميع الأصناف، جميع الجنسيات، جميع الأعراق، جميع ولله الحمد والله والمنة، يعني لا أحد يشتكي، جميعهم يؤديها براحة وأمان، رغم أن هذا عربي وهذا أجنبي وهذا يتكلم بالأردو وهذا غير، ولله الحمد والله. يعني لم ألاحظ أي إشكالية يا أخي الكريم. هل هناك فروقات بينهم داخل بيت الله الحرام؟
فروقات ابدا، يمكن اللهم بالشكل واللون فقط، ولكن بالعقيده وهذا لا والله، انهم كلهم يخدمون بعض وكلهم يعني يريدون بعض، كلهم يريدون خدمه بعض، يعني والله الحمد يعني ما في اي فرق بينه، لا فرق بين اسود ولا ابيض بأبد. يعني ما لاحظت اي فرق والله الحمد لله، يعني اشكر الله العظيم يعني توسعه فظيعه، توسعه والله الحمد، يعني اشكر الملك سلمان ولي عهده ولي عهده على هذه التوسعه الفظيعه، الحمد لله والشكر يسرت وسهلت عليه. شكرا لك. الله على هذا اللقاء. أثابكم الله. شكرا لك. ما زلنا مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم في برنامج الملتقى، معنا ضيف آخر، تفضل. السلام عليكم، عرفنا عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. لصرك بالجزائر. هذه أول زيارة لك؟ أول زيارة للبقاع. ما شاء الله تبارك. خلصت العمرة؟ خلصنا العمرة. طيب كيف كان شعورك؟ والله الشعور لا يمكن وصفه أبدا، لأنني وجدت نفسي في أمام بيت الله وفي بيته، فسعيد جدا، وأنا سعيد كل سعادة لتواجدي في هذا المكان، لأنه مكان طاهر، مكان في بيت الله الحرم، طيب مكان آمن. هل وجدت فروقات داخل بيت الله الحرام في مختلف الجنسيات أو اللغات أو العرق؟ والله لا يوجد أي اختلاف، رغم اختلاف الثقافات والحياة، لكن يتفقون كلهم على كلمة واحدة، على كلمة سواء، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى جمع كل هؤلاء، كل هؤلاء جمعهم في مكان واحد وفي أرض واحدة وفي كلمة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لك. شكرا لك مشاهدينا الكرام. إذن رصدنا لكم آراء وتطلعات زوار بيت الله الحرام من داخل ساحات بيت الله الحرام. إلى الزملاء، ننتقلوا إلى الزملاء إلى الاستوديو، إليكم الكلمة. شكرا سيدي. شكرا أسامة العبيدي زميلنا من ساحة الحرم وضيوفنا الكرام. ويتبقى من الوقت ثواني معدودة، نتوجه بالشكر إلى ضيفنا الدكتور عبد الله الخضيري الذي نرجو منه أن يقول برقية سريعة نختتم بها هذا الإطلال المبارك على ساحة الحرم وبيت الله الحرام. نعم أحسن. قول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. فقيام هذه الكعبة هي قيام لأمور كثيرة سياسية واقتصادية وروحية، هي بقاء للإسلام وهي بقاء لحضارة الإسلام ولدين الإسلام. شكرا دكتور، شكرا جزيلا الحقيقة دكتور على حضورك معنا. كان معنا الدكتور عبد الله الخضيري أستاذ الدراسات العليا المشارك بجامعة أم القرى، وتحدثنا عن رؤية الإسلام في حوار الحضارات. نلتقي بكم بإذن الله في حلقة الغد في الخامسة مساء على الهواء مباشرة. شكرا على شكرا أخي فهد، وشكرا لفندق أنجم الذي وفر لنا هذه الإطلالة على بيت الله الحرام. نلقاكم في الغد في الرابعة عصرا من توقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، ولا تنسونا من دعواتكم على مائدة إفطاركم. اللهم آمين. شكرا لك يا دكتور، بيض الله وجهك.